صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنختم هذه المحاضرة بهذين الحديثين وإن شاء الله التفسير في الأسبوع القادم. لكن هذا مهم يا شباب كي نحافظ على قراءة وفهم وتدبر هاتين الآيتين، لأن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الآيات مع آية الكرسي عن كل القرآن، فأفضل ما في القرآن وكله فضل وكله خير وكله بركة، لكن أكثره خيرا وبركة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. أي أن خواتيم سورة البقرة هدية من الله لهذه الأمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعط الله سبحانه وتعالى هذا الفضل وهذا الشرف وهذه النعمة وهذه الهدية وهذه البركة خواتيم سورة البقرة وآية الكرسي وسورة الفاتحة إلا لهذه الأمة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون رحلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء يعني السير ليلا في رحلة أرضية من المسجد الحرام في مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم إلى السماء السابعة، إما من بيت المقدس وإما من المسجد الحرام إلى السماء السابعة للقاء الله سبحانه وتعالى، وهي ما تسمى برحلة المعراج كما ذكرت في سورة النجم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى مكان في السماء السادسة. لمن؟ في السماء السادسة. لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ المنتهى يعني النهاية، سدى سنساي. نعم، كل ما يصعد من الأرض إلى السماء يصل إلى سدرة المنتهى وينتهي، وكل ما ينزل من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى من عرش الرحمن ومن السماء السابعة ينتهي إلى سدرة المنتهى، فينتهي إليها كل ما يصعد وينتهي إليها كل ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني سدرة المنتهى. قال: فراش من ذهب، يعني في سدرة المنتهى أشياء عجيبة خلقها الله سبحانه وتعالى لا تخطر على قلب بشر. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. من الذي أعطاه؟ سيبا. من الذي أعطاه؟ من؟ فرس كان سوارا. من؟ نعم، أعطاه الله سبحانه وتعالى ثلاث نعم، ثلاث هدايا وعطايا له ولأمته. هذه الثلاث الصلوات الخمس. الصلاة لم تفرض في الأرض أولا، وإنما فرضت في السماء في سدرة المنتهى. نعم، وأعطي خواتيم سورة البقرة. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم
خواتيم سورة البقرة، يعني نهاية سورة البقرة، من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين. أما الأمر الثالث أو الهدية الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى وعده أن يغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، يعني الذي مات على التوحيد الله سبحانه وتعالى يرجى أن يغفر له وأن يدخل الجنة، فأعطاه الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والمغفرة لكل مذنب وعاص من هذه الأمة بشرط أن يتوب إلى الله ويعمل صالحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس، تشنب.